3 يونيو سنة 2013 كان يوم حاسم، لأنه بين لغالبية شعب مصر إن اللي بيحكموه لا مهتمين بحاضر ولا مستقبل البلد، وإن كل المهم هو التمكين والسيطرة. في واقعة غير مسبوقة في أي مكان في العالم، دعا محمد مرسي القوة السياسية في قصر الاتحادية لبحث أزمة سد النهضة الأثيوبي. وبعد فترة من المناقشات مع القوى السياسية، اتفاجئوا إن الاجتماع مذاع، اجتماع لبحث أزمة أمن قومي بيتذاع على قنوات دولية وإقليمية، حاجة عمرها ما حصلت في أي مكان في العالم، لدرجة إن الناس في الشارع بقت بتقول لبعضها شفت الاجتماع السري بتاع مرسي. بعدها خرجت الرئاسة باعتذار ووصفوا فيه الموقف ده بالحرج غير المقصود. لكن في الوقت ده كانت أثيوبيا قررت فيه تستدعي السفير المصري للاعتراض على اللي حصل في الاجتماع بالتلويح بالقوى العسكرية. في نفس اليوم كان في مبادرة وطنية ضمن أكتر من 150 شخصية عامة قررت تعلن إنها بتنضم لصفوف حركة تمرد علشان تسحب الثقة من الإخوان. مبادرة كان فيها رموز مصرية كبيرة زي محسنة توفيق وصلاح السعدني وغيرهم من مثقفي مصر، أعلنوا رفضهم للجماعة وحكمهم زي الشعب كله.